تقدر تقول انه مفيش تكافؤ، مفيش توازن في الماتشات اللي حصلت، يعني سواء امبارح الاكوادور قدام قطر وتوقعنا ان قطر على ارضها وبين جمهورها وفي كاس العالم وفي الافتتاح هتكون ند قوي لفريق مش يعني من الفرق الثقيله، يعني اكوادور امريكا اللاتينيه موافقك، لكن ما هوش البرازيل، ما هوش الارجنتين في النهايه. والنهارده حتى كمان ايران في مواجهه انجلترا، وانجلترا واحده من القوى العظمى او واحده من الفرق المرشحه للفوز بالبطوله، لان عندها سكواد على اعلى مستوى، والكره في انجلترا تطورت بشكل كبير جدا في السنين الاخيره، لكن ما كانش مفروض ان يبقى فيه الفوارق الكبيره ولا السكور كبير في مباراه كاس عالم بين انجلترا وايران. هل ده او السيناريو ده هيستمر، وهل السنغال ممكن تكسر ده قدام هولندا النهارده؟ خلينا نسال ضيفنا محلل الكره العالميه نادر شعبان اللي بيشرفنا النهارده، وهنستعرض معاه المجموعتين الخمسة والسادسة، ونشوف فرص المنتخبات العربية والإفريقية فيهم عاملة إزاي، ومين أبرز المرشحين للتأهل عن المجموعتين دول. بس قبل كل الكلام ده نقول له أهلا وسهلا، منور السادسة وأهلا بيك يا نادر. حبيبي أبو حميد أنا مبسوط جدا إني طالع معاك. منور الدنيا حبيبي بنورك. طيب خلينا يعني نلم بسرعة للافتتاح ومباراة أولى ومباراة تانية. شفت الأول الافتتاح إزاي؟ شفت شكل الدنيا في في في, في أول أيام كأس العالم إزاي؟ بص كان يعني الافتتاح كان مبهر طبعا، شفنا افتتاح عظيم بالنسبه لمنتخب قطر ولدوله قطر بشكل عام، والافتتاح كان منظم وردا على كل الانتقادات اللي كانت بتطول قطر الفتره اللي فاتت، وظهر فيه كل حاجه احنا عايزين نشوفها كعرب. ولكن الموضوع كان مختلف تماما بعد صفيره ارزاتو حكم المباراه، الموضوع اختلف. فكره ان منتخب قطر اللي انا شخصيا ما كنتش متوقع ده، وكان الموضوع مفاجئ بالنسبه لي، لان منتخب قطر على مدار الكام سنه اللي فاتوا تحديدا اخر سنتين او ثلاث سنين بيتطور جدا، بيتطور، وكاس العرب الاخير خارج بالعافيه قدام الجزائر، قبلها كان بطل اسيا في 2019، كوبا امريكا لما لعب في كوبا امريكا، لعب حتى في تصفيات اوروبا، كان بيقدم مستويات عنده مميزة، تجربه جدا واحتكاك على اعلى مستوى يعني. بس كانت عندي مشكله في الموضوع ده، هي فكره ان الاحتكاك ده بيكون في اوقات معينه في معسكرات معينه، سواء زي ما قلنا في البطولات اللي احنا ذكرناها، ولكن اللعيبه نفسها معظمها بيلعب في الدوري القطري، اللعيبه ما عندهاش الاحتكاك القوي بالفرق الاوروبيه او بالفرق الامريكيه الجنوبيه او على المستوى الدولي بشكل عام. فده ظهر بعد لما شفنا الحكم صفر وبدايه المباراه، شفنا ده الموضوع اختلف تماما مع بدايه المباراه، اللعيبه كانت خايفه، تحس ان هم حسوا ان الموضوع كبير عليهم. هو يمكن يكون فكره انه فيليكس سانشيز ما قدرش يعد نفسيا معنويا ونفسيا بالزبط. يعني دايما فكره الحافز، لان خد بالك انا من مدرسه انه الكره في الملعب اول ما ال11 بينزلوا قصاد ال11 كل الفوارق والتاريخ بالزبط. والارقام والقيمه التسويقيه والحاجات دي كلها بتتنسي، وكل مباراه ليها سيناريو مختلف تماما عن المباراه اللي قبلها. فبالتالي هو الاعداد النفسي والتجهيز المعنوي للفريق ما اعتقدش انه كان في احسن مستويات. بالظبط، دي حقيقه، وده كلام، وده كان ظاهر حتى على اللعيبه نفسها، رياكشنات وشهم، رياكشناتهم هم مع بعض، كلامهم مع بعض، تحس ان هم كانوا تايهين. وعلى العكس تماما الاكوادور. الاكوادور بالظبط. على العكس تماما بالزبط. يعني تحس انه الفريق نازل المباراه 90 دقيقه فول باور، قمه التركيز، الروح، كل ال11 في اعلى مستوياتها، تحس انه يعني على عكس الاكوادور بشكل عام يا احمد. الفترات اللي فاتت هو منتخب يعني بيتواجد في كاس العالم من حين لاخر، بس الاكوادور فكره انه متاهل اصلا من قاره ما تاهلش منها منتخب زي منتخب تشيلي، فمعنى كده ان هو منتخب قوي جاي. مش قليل منتخب كولومبيا. لا والله ده انا بشوف الماتش امبارح يا نادر قلت انه احنا لا لازم نبص بالزبط. على كانديه مصريه يعني دي حقيقة. على سوق زي سوق الاكوادور لعيبه امبارح الكاليبر او الكواليتي كمان لا يعني ممكن تلاقي فيه دي حقيقة جمده. واحنا الحمد لله في الاهلي يعني ماشيين في السياسه دي، وبنبدا نبص بره بشكل كبير، وارتبطت اسماء كتير بينا، ونتمنى يعني الفتره اللي جايه يحصل ده. بس في حاجه في منتخب الاكوادور نفسه، ان كنا دايما بنشوف المنتخبات الامريكيه الجنوبيه اصلا بشكل عام بتعتمد على السرعات بشكل اكبر، بس شفنا منتخب الاكوادور منتخب منظم بيعرف يخرج بالكره كويس، التحولات عندهم مميزه جدا، بيعتمدوا على عنصر الخبره اللي في الفريق اللي هو انر فالنسيا، مهاجم الفريق اللي لعب في ويست هام ولعب في ايفرتون في الدوري الانجليزي، قوي جدا، سجل هدفين جدا. كان هيجيب هاتريك. الهدف الثاني ده هدف صعب جدا، دي حقيقة. هدف دي حقيقة. صعب جدا على اي مهاجم، يعني لازم هيدر يعني على اعلى مستوى عشان يجيب كوره من الناحيه دي في الزاويه دي بالقوه دي. لا حقيقة. طبعا اشهد له بصراحه، دي حقيقه فعلا. انا لما شفتها فكرني بفلافيو، الاهداف بتاعت ناس فلافيو. ناس كتير على فكره قالت فلافيو دي اهداف فلافيو، دي كور فلافيو، مش بنشوفها غير من فلافيو بس. فدي حاجه من الحاجات اللي كانت سلبيه لمنتخب قطر، الفكره انك انت بتخسر من الاكوادور، فهو الحلقه الاضعف في الثلاثي بالنسبه للسنغال وهولندا طبعا.
طبعا انت معاك الفرقتين دول كده يعني كده. ناس كتير بتقول ان قطر فرصتها باتت ضعيفه معدومه جدا. تكاد تكون معدومه فعلا في رغم ان انا شخصيا بعد اصابه ساديو ماني لما كان حد بيسالني ترشح مين اللي يتاهل للمجموعه الاولى كنت بقول هولندا وقطر. انا اتفاجئت من بقيت صدمت مش اتفاجئت لان زي ما بقول لك انا كنت برشحهم على السنغال بعد اصابه ساديو ماني. منتخب الاكوادور الحقيقه شايف ليه الناس شايفه السنغال بس ساديو ماني مع ان انا شايف انه السنغال من غير ساديو ماني برضه في منتهى القوه. دي برضه يعني وجهه نظري اختلفت قبل ما اطلع معاك بشويه لما اتفرجت على شويه من الشوط الاول من مباراه السنغال. بيقدموا جيم عظيم مش خايفين. اللي انت قلته من شويه هو اللي عملوه اللي هو الماتش بدا احنا 11 ضد 11. انا بقى مش فارق معايا انت هولندا انت اسمك ايه انت متباع بكام انت بتلعب فين دي قصه ما تلزمنيش. انا السنغال على فكره ده كان واحده من الحاجات المؤثره جدا في ماتش مصر وبلجيكا. دي حقيقه دي يعني حقيقة يعني يعني لو كانت الرهبه موجوده سيبك من النتيجة ما كانتش تفرق معايا. كان يهمني اكتر فكرة مستوى الاداء. دي حقيقة. فكرة انك انت تنزل تلعب كورتك بصرف النظر بتواجه مين. حتى يعني بعد ما سجلت الهدف الاول انت ما ركنتش وخفت. لا كنت بتلعب على التحولات وبتلعب منتخب بلجيكا اللي يعني في البطولة بشكل اكبر. لما روي فيتوريا لعب عليها انا شخصيا قبل المباراة انا كنت واثق ان احنا نقدم مباراة هجومية مميزة عليهم لان معدل الاعمار في وسط الملعب والدفاع عند منتخب بلجيكا فيرتونخن واردن فيلد بنشوفهم من ايام ما قالوا يلا نعمل منتخب بلجيكا. وطبعا كان جنبهم فينسنت كومباني بس الثنائي ده كبر في السن مشي من توتنهام مشي من الدوري الانجليزي بشكل عام اصلا. فالموضوع بيكون صعب انك انت تجاري السرعات واحنا قدرنا ان احنا نعتمد على السرعات وقدرنا ان احنا نسجل فيهم هدفين. هو كتر خيره بس اكرم توفيق برضه قفل قفل عندهم يعني قفل عليهم ميه والنور في الحته اليمين دي. دي حقيقه. يعني بيلعب على مين ده؟ ايدن هازارد وكراسكو ورمالو دي بروين كمان يعني رمالو دي بروين في الشوط الثاني الناحيه دي بس الحمد لله يعني الحمد اكرم لله. كان قدها كالعاده. طيب اروح معاك سريعا لماتش النهارده هزيمه يعني مدويه يعني مباراه افتتاحيه في كاس العالم اعتقد انها نتيجه ثقيله جدا يتحمل مسؤوليتها في المقام الاول. انا ما شفتش منتخب ايران قبل البطوله بصراحه بس مهما كان ما اعتقدش انه منتخب وصل لكاس عالم يشيل ستة في أول مباراة وأعتقد إنه كيروش حاطط بصمته في يعني في الماتش ده بما لا يدع مجال الشك يعني. هو يعني إيران بشكل عام بتعاني بمشاكل داخلية مشاكل سياسية الفترة اللي فاتت ده مأثر بشكل كبير على مستوى المنتخب. قائد الفريق صادق قال كلام النهارده الصبح او امبارح في المؤتمر الصحفي ان هو قلبا وقالبا مع الشعب الايراني ضد حكومه ايران. في نفس الوقت اللعيبه اساسا في النشيد الوطني ما كانوش بيرددوا النشيد اعتراضا على ما يحدث في ايران الايام الاخيره ولكن ده برضو اثر عليهم في الملعب بس برضو ما خسرش سته. تعال نبص على منتخب انجلترا اصلا بشكل عام. هو منتخب انجلترا نازل من الدقيقه الاولى فرض اسلوبه يعني ماسك كل شبر في الملعب ومغطيه بلعيبه. هو ساوث جيت بصراحه محظوظ. هو دي يعني حقيقة. انا ما شفتش انجلترا عندها سكواد زي ده دي حقيقة. من سنين كتيره جدا. دي حقيقة يعني فعلا. تحتار تحط مين ولا مين يعني ده قعد في الفودن بره بالظبط. في الفودن واحد من افضل المواهب الموجوده في العالم طبعا يعني. وهاري ويلسون واحد من الهدافين اللي موجودين مش عارف ينزل امتى وماركوس راشفورد بتطلع مين عشان تنزل مين بالظبط يعني ساكا خرج في الدقيقه 70 هو جايب جونين ونزل مكانه ماركوس راشفورد سجل في الدقيقه 71 سجل. هو محظوظ فعلا ساوث جيت. انا شايف ان منتخب ايران يعني هي البطوله بالنسبه له مشاركه مش اكتر. المشاركه اللي كانت مع كارلوس كيروش برضو بس في 2018 كانت مشاركه مميزه وعملوا نتائج مميزه وكسبوا المغرب طبعا بهدف اون جول في المباراه الاولى بس بشكل عام كان مقدم مستويات افضل اكيد من اللي ظهر النهارده. انا شايف ان ده ان المشاكل الداخليه اثرت على منتخب ايران بس فكرة النتيجة نفسها انا لو هبص على الجانب السلبي هم معاهم لسه معاهم امريكا وويلز هيلعبوا النهارده بالليل بس تعتقد ان فرصهم ما زالت يعني على عكس من قطر مثلا بنقول ان خسارتها امام اكوادور صعبت قوي فرصها لكن خساره ايران من انجلترا ما اعتقدش انها قضت على امال المنتخب الايراني في البطوله لانه ما اعتقدش برضو ان امريكا يعني امريكا طبعا منتخب قوي وويلز مش هقول منتخب ضعيف لكن في النهايه كل الاحتمالات وارده اقصد اقول مظبوط وكمان النتيجه بتاعت النهارده هتحدد يعني لو خلص التعادل هيبقى فيها شويه ان انا ممكن يعني الماتشين اللي جايين هيبقى قدام الفرقتين دول منتخب ايران يقدر ان هو يستفيق من المباراه
مباراه انجلترا، خصوصا ان منتخب امريكا بشكل عام في تجديد دماء بشكل كبير. اللعيبه اللي كانت موجوده المشهورين واللي نعرفهم في منتخب امريكا ما بقوش موجودين، شويه موجودين دلوقتي. سيرجينيو ديست بتاع ميلان، هو ديست اشهرهم بيتهيألي، ويستون ماكيني كمان يوفنتوس، وكريستيان بوليزيتش تشيلسي. بس الثلاثه بصراحه السنه دي بيقدموا اسوأ مستوياتهم بشكل عام يعني. ومنتخب ويلز جاريس بيل بيلعب دلوقتي في الدوري الامريكي اصلا، ومنتخب بشكل عام ارون رامسي بيلعب في سيلتيك تقريبا او رينجرز الاسكتلندي. فالفرص ما زالت قائمه زي ما انت قلت فعلا، مش زي منتخب مجموعه لسه الأولى. بدري على طيب. نراجع معاك ونستعرض كده شكل المجموعه اي. المجموعه اللي فيها منتخبات اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان، واحده من المجموعات اللي تركيبتها صعبه، وكان الله في عون كوستاريكا واليابان طبعا، لان معاهم اثنين عتاوله كبار جدا، اسبانيا والمانيا. واعتقد ان الاثنين مرشحين ان هم يروحوا لبعيد، مش هقول مرشحين للقب، المانيا مرشح للقب. المانيا دايما كانت كويسه، كانت وحشه عندهم تفهمش الالمان دول ليهم كده طريقه معينه، كان المنتخب في حالته كان فايق، نتائجه تبقى وحشه قبل البطوله، يخش البطوله يكسر الدنيا. بس المانيا واسبانيا يمكن قرايتك دي للمجموعه دي ازاي، وهل بتشوف ان كوستاريكا او اليابان يقدروا يقربوا من او ياخدوا فرصه تاهل على حساب واحد من الكبار؟ هقول لك، هبدا كلامي بتصريحات فيران توريس امبارح. كان بيتكلم ان البطوله بشكل عام، بطولات كاس العالم تحديدا، قال الجمله حرفيا ان لو كان حد متوقع في 2018 ان منتخب كرواتيا كان يوصل فاينل كانت الناس هتقول عليه مجنون. بس منتخب كرواتيا وصل فاينل ومخرج منتخب انجلترا ولعب ثلاث ماتشات 120 دقيقه. ولكن الفكره ان المجموعه صعبه، يعني خلينا نكون متفقين، احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل. احنا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي ان في اوقات كتيره جدا فرنسا كانت حامل لقب في بطوله، وفي البطوله بعدها خرجت من دور المجموعات. المانيا نفسها واسبانيا نفسها، اسبانيا كانت حامل لقب 10 خرجت 14، المانيا 14 خرجت 18. هي لعنت الحامل اللقب. ربنا يسر على فرنسا بقى في ظل الاصابات دي ما تكونش هي كمان. لسه كان معانا برنار كازوني نجم مارسيليا ونجم فرنسا في التسعينات، كان بيقول انه يعني انه بيراهن بقوه، وتصريحات تيجو لوريس حارس مرمى فرنسا النهارده يقول لك لا، احنا السكواد بتاعنا السنه دي احسن من السكواد اللي حقق اللقب في 2018. هو احسن كان من غير الاصابات، بس بعد الاصابات هو لسه ما زال منتخب فرنسا. بس فكره انك من غير نجولو كانتي وبوجبا في وسط الملعب، وفاران لسه مش كامل بدنيا، وكمان طيب يلا نستعرض منتخب منتخب. البدايه هتبقى مع منتخب اسبانيا. نروح لمنتخب اسبانيا، اتفضل. منتخب اسبانيا طبعا بتجديد الدماء مع لويس انريكي بشكل عام، 52 سنه بيلعب طريقه لعب المعروفه على لويس انريكي بشكل عام، والتيكي تاكا بال 4-3-3. القيمه التسويقيه 877 مليون، رقم كبير برضه، مليون يورو، المنتخبات الكبيره تسويقيا يعني. بالظبط. ونجم الفريق طبعا الفارو موراتا، واحد من اللعيبه المميزه، ولكن مش الفارو موراتا فقط، لكن في اكتر من لاعب كمان في منتخب اسبانيا يقدر ان هو يصنع الفارق في البطوله. صحيح. بشكل عام تصنيفه العالمي تصنيفه سابع على العالم طبعا، برضه واحد من المنتخبات الرانكينج العالي. بالظبط. وطبعا مش زي، انا متفق معاك كمان، مش بس الفارو موراتا، في فيران توريس، في بيدري، سوفاتي، بيدري، جافي، في لعيبه كتير ومعظمهم شباب صغيرين. ودي سياسه لويس انريكي بشكل عام مع منتخب اسبانيا. هرجع لمنتخب اسبانيا بالتفصيل والمواجهات، بس خلينا نروح للمنتخب الثاني في نفس المجموعه بعد اسبانيا. عندنا منتخب كوستاريكا، المدرب لويس فرناندو سواريز، 62 سنه، طريقه لعبه طبعا ال 4-4-2. القيمه التسويقيه 18-75 مليون. طبعا ابرزهم كيلور نافاز، هو افضل الحراس، التصنيف ال 31 على العالم. منتخب كوستاريكا يعني بيامل ان هو يكرر نفس اللي حصل في 2014، كان معاه ساعتها اوروجواي وايطاليا وانجلترا، وصعد اول. واوروجواي صعد الثاني لما ايطاليا ساعتها عدت سواريز. لما ايطاليا وانجلترا خرجوا كليني وسواريز. بالظبط. فهو يامل ان هو يحقق نفس اللي حصل في لقطات كده ما تتنسيش في كاس العالم زي ما تيراتسي وزيدان كده مثلا. بالظبط. نروح للمنتخب الثالث، منتخب المانيا. منتخب المانيا طبعا هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق واللي حقق انجازات كبيره مع بايرن، 57 سنه، بيلعب بال 4-2-3-1، واللي في الاغلب بيكون الواحد ده هو شادو سترايكر اكتر ما هو سترايكر. قيمة تسويقية كبيرة طبعا، من أكبر الفرق اللي في المنتخبات اللي في البطولة عندهم قيمة تسويقية، هو 885.50 مليون يورو، التصنيف ال 11 على العالم، وكمان نجمه ليرو ساني وتوماس مولر ولعيبة كتير، بس أبرزهم ممكن الناس اللي مستنية منه ساني. وجنابري أعتقد، وجنابري طبعا، وجنابري لعيب مهم جدا، وجوشوا كيميتش أنا بالنسبة لي وكيميتش يعني طبعا نجم الفريق. طيب نروح لآخر منتخبات المجموعة، الكمبيوتر الياباني، منتخب اليابان
هاجيمي مورياسو 54 سنه مدربهم، بيلعب بطريقه لعب 4 4 2 اللي هي طبيعيه لمعظم فرق اسيا بشكل عام. يعني 154 مليون يورو القيمه التسويقيه، 24 التصنيف بتاعهم العالمي، ومايا يوشيدا احد نجوم الفريق. هو طبعا يعني ليه تاريخ كبير مع شالكه ومع ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي، وكمان طبعا ما ننساش مينامينو. مينامينو طبعا بيلعب دلوقتي في ليل الفرنسي، كان اخر محطاته بعد لايبزيج اعتقد كان ليفربول، وبعد كده مشي طلع بقى راح فرنسا، دلوقتي بيلعب في ليل اعتقد فرنسا. هو اهم اللاعبين يعني. انا في الـ في الـ في الجانب الاسيوي ما فيش غير سون بصراحه، هو اللي بحس انه يعني كواليتي مجموعه صعبه، كواليتي عالمي. متفق انه اسبانيا والمانيا فرصهم الاكبر. طبعا يعني اسبانيا والمانيا، وهي بقى الفكره كلها تبقى في مين اول وثاني علشان يهرب من المواجهات الصعبه في اي واحد منهم. يمكن اسبانيا لا، لكن المانيا تعاني من غيابات. انا اعتقد اللي اعرفه يعني فيرنر اعتقد بس هو اللي غايب. فيرنر وماركو ريوس اللي كالعاده يعني بعد قبل كل بطوله كبيره. ايه الباد لك اللي عند ماركو؟ شوف واحد من اعظم اللاعبين الالمان على مستوى الاحتراف، ما طلعش بره بروسيا دورتموند، وعلى مستوى البطولات الكبرى دايما يبقى فيه اصابه. دي حقيقة. قبل البطوله، قبل بطوله كبيره كاس عالم او يورو، تعرف ان ماركو ريوس هيتصاب قبلها بشهر شهر ونص، لازم بيتصاب. حتى لو رغم اصابته اللي كانت في شهر 3 وقالوا انه مش هيلعب كاس العالم، رجع في شهر في بدايه السيزون الحالي واتصاب تاني. علشان يمكن تكون السلبيه الوحيده اللي بانت مع بدايه البطوله السنه دي انها فكره تغيير التوقيت، هي فكره الاصابات الكتيره جدا اللي منعت عدد كبير من النجوم انها تبقى متواجده في ملاعب كاس العالم، وبالاضافه طبعا للنجوم التي لم تتاهل منتخباتها بالفعل للبطوله. بالتالي عندك حجم تقدر تعمل بطوله كاس عالم موازيه بالنجوم والدول التي لم تتأهل. طيب فاصل ونرجع نكمل بقى المجموعة السادسة مع ضيفنا نادر شبانة في السادسة بعد الفاصل، تابعونا. أهم تصريحات كارلوس كيروش عن خسارة إيران بنتيجة 6-2 قدام إنجلترا، هنعتبرها مباراة تدريبية والنتيجة يعني ما تهمش. مش قادر أفهم يعني مش قادر أفهم بصراحة يعني. واعتقد ان الراجل شكله اخذ قرار انه بعد البطوله شكرا ايران. يعني واضح ان القرار اصلا بشكل عام، يعني نتفق او نختلف مع كيروش، وانا شخصيا بتفق معاه في حاجات وبختلف معاه في حاجات، بس هي القرار ما كانش مدروس. ماكش تتفق بصراحه، لان حاولت ادور على حاجه اتفق عليها ما لقيتش بصراحه. انا الحاجه الوحيده اللي كنت متفق فيها معاه هي فكره انه كان عارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده. قناعاته باللعيبه دي اللي كنت مختلف معاه فيها. ببعض اللعيبه وتاثيره المعنوي على بعض اللعيبه، وللحد دلوقتي بيعانوا من ده. بس انا كانت مشكلتي الاساسيه في ان الهجوم على كارلوس كيروش تحديدا في مباراه السنغال، انت ما رحتش هناك وفتحت خطوطك ولعبت لعب مفتوح ليه؟ طب ما هو ده ما كانش هيحصل في الوقت اللي اصلا في يعني مش عايزين نخش في تفاصيل الماتش، بس في الوقت اللي هو فكر ان هو ينزل زيزو في الشوط الثاني وبدانا. انا هقول لك حاجه، نادر، وما اعرفش طبعا دي الموضوع نسبي، يعني لو سالت 10 ممكن تسمع 10 ردود مختلفين، لكن انا من مدرسه انه لو رايح تلعب كوره العب كوره، واحنا منتخب كبير، وانا عندي يقين انه الجيل الحالي اللي موجود كورته احسن من اللي احنا بنعاني منه بقالنا 10 سنين، مش مع كيروش بس، مع كيروش وغيره، مش هقول اسماء بس، مع كيروش وغيره. وبالتالي احنا وصلنا مع كيروش لنهائي أمم أفريقيا، وصلنا مع كيروش للمرحلة المحطة الأخيرة من التأهل لكأس العالم، مفيش مباراة قدمها كيروش أقنعتني بيه كمدير فني. أنا بقول لك هي سياسات مدرب أو هي قناعات مدرب بشكل عام. في مدربين، أنا دييجو سيميوني بقى له 11 سنة 12 سنة في أتلتيكو مدريد، آخر 3 سنين دييجو سيميوني بيخسر من طوب الأرض، مش ما بيمشيش من أتلتيكو مدريد، علشان الكورة اللي بيقدمها دييجو سيميوني ما بقتش موجودة. في تطورات وفي حاجات كتير بتحصل في الكوره، دييجو سيميوني ما بيعملش ده. كارلوس كيروش قد يكون ان ده بيحصل معاه. بس انا كنت شايف ان كان في الوقت، يعني بطوله امم افريقيا اللي احنا وصلنا فيها فاينل، احنا ما كناش نتوقع ان احنا نوصل فيها فاينل، صح ولا لا؟ كناش نتوقع اصلا. مباراه السنغال انت هنا وهناك مع منتخب السنغال اللي هو وصلنا في رقم واحد على افريقيا، المنتخب اللي بيقدم مباراه عظيمه دلوقتي قدام هولندا، والمنتخب الوحيد المنتخبات الاوروبيه لما قالت ان يعني لما اختاروا منتخب خارج قاره امريكا الجنوبيه وقاره اوروبا، مين المنتخب اللي تتمنى تجنبه؟ معظم المنتخبات الاوروبيه اختارت السنغال. انت وصلت معاهم 120 دقيقه في الماتشين اللي هناك في دكار، واللي موجود في اللي اتلعب في الكاميرون، ومع ذلك خرجت بركلات الترجيح. انا شايف ان هو وصلك لركلات الترجيح، وهي
كانت ركلات حظ في النهاية. أيوة صحيح. أنا يعني إن نتفق أو نختلف هي لا يفسد في الود قضية، بس أنا ضد تماما الكلام اللي هو بيقوله إن هي مباراة تجريبية، مفيش مدرب بيخسر ستة ويقول والنتيجة ما تهمش. والنتيجة حاجة اسمها كده، والنتيجة ما تهمش. خلينا نروح للمجموعة السادسة، بس قبل السادسة عشان إحنا كنا بنتكلم على الخامسة وطلعنا الفاصل، ملحوظة صغيرة كده وشيء بشيء يذكر، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا كنا بنتكلم على كوستاريكا. كوستاريكا أول مرة تتأهل كأس عالم كانت سنة 90 مع مصر. أول مرة تلعب كأس عالم تتأهل بطولة كانت سنة 90 مع مصر. تأهلت بعد كده كام مرة؟ 6 مرات. دي المشاركة السادسة لكوستاريكا في كأس العالم. بس قلت أقول لحضراتكم إيه المعلومة، يمكن ده يغير من الأمر شيء، يعني يمكن حد يحس بينا شوية يا جماعة. والله الواحد متألم إنه مصر مش في كأس العالم بصراحة، يعني كان نفسنا بجد، كان الجمهور المصري، بصوا مفيش نسخة جاية هتروح فيها مهما كان حجم الرحلات والتدفق الجماهيري، ما كنتش هتلاقي جمهور زي اللي كان هيبقى موجود في ملاعب قطر. طيب نروح للمجموعة السادسة نادر، عندنا فيها بلجيكا، كندا، المغرب كمنتخب عربي، وكرواتيا. وصيف البطولة الأخيرة. تمام. طيب نبتدي ناخد بس نقرا كده معاك قرايه سريعه طبعا لاهم المنتخبات. منتخب بلجيكا طبعا دوكارات روبرتو مارتينيز، مدرب فريق ايفرتون السابق، معاهم من قبل 2018 ووصل بيهم سيمي فاينل في 2018، 49 سنه، طريقته 3-4-3 المعتاده واللي اعتاد عليها بشكل كبير. قيمه السوقيه 563.20 مليون يورو. متوسط اعمار اللاعبين 27.8. تصنيف العالمي طبعا هم المركز الثاني، وكانوا مركز اول 3 شهور أو 4 شهور ورا بعض لحد البرازيل ان هي اللي خدت المركز الاول. وابرز نجومهم كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي وقائد طبعًا الفريق الاول. دي بروين بقى ولوكاكو وهازارد وكورتوا وميرتنز ومينيه، يعني جيل طبعا جيل تاريخي لبلجيكا، يعني كان لازم يحققوا لقب مع الجيل. صحيح. نروح لكندا، المشاركه منتخب كندا من بعيد قوي، يعني انا طبعا كندا ما اعرفش اسماء انديتها، ما اعرفش شاركوا مره واحده بس استثناء الفونسو ديفيز، شاركوا مره واحده اعتقد في الثمانينات. اعتقد الثمانينات مره واحده، ما شاركوش تاني في كاس العالم من وقتها يعني. صحيح. الفونسو ديفيز طبعا هو النجم الابرز طبعا، نجم بايرن ميونخ، فلته ما تعرفش ازاي لعب في كندا، ازاي راح كندا بس، او ازاي جابوه من كندا اساسا. يعني هو اصلا الفونسو ديفيز ليه كذا جنسيه، مش بس اختار كندا، مع ان معاه جنسيه المانيه برضه. الغريب بالنسبه ان هو يختار كندا، منتخب كندا، يعني منتخب المانيا اصلا عايز باك ليفت. ايوه تروح منتخب وليه تروح بعيد كده؟ ما انت موجود هناك، مفيش في المانيا غير جوسنس بس، فكان يعني كان الافضل يروح. طبعا مدربهم جون هيردمان سنه 47 سنه، بيلعب بطريقه لعب 3-4-3. قيمة التسويقية للمنتخب الكندي 187 مليون و30، اعتقد منهم 100 اساسا لوحدهم لالفونسو ديفيز طبعا. متوسط اعمار اللاعبين 26.9. التصنيف العالمي هو 41 عالميا، وطبعا ابرز نجومه الفونسو ديفيز. متهيألي لما كنت بتابع، انت عارف احمد حمدي كان محترف في كندا، مونتريال، في مونتريال بالظبط كده، لما كنت بتابع اخباره كانوا بيلعبوا في الدوري الامريكي. هو كندا بشكل عام انديه كندا معظمها بتلعب في الدوري الامريكي، يعني في انديه زي في بريطانيا مثلا، في انديه من ويلز بتلعب في البريمير ليج. تمام. فريق مونتريال اصلا اللي بيلعب فيه احمد حمدي منه 9 لعيبه في منتخب كندا. 9 لعيبه هو اكتر الفرق اللي موجودين، اللي منتخب كندا ضامن منهم لعيبه، ما عندهمش لعيبه اصلا تلعب في اوروبا غير افونس ديفيز، واعتقد لعيب واحد بس تاني، يعني هم دول معظم اللعيبه موجوده في الدوري الكندي او الدوري الامريكي. طيب نروح لمنتخب المغرب الشقيق. امالي طبعاً كبيره جدا، ومراهن على المغرب تروح لبعيد في كاس العالم ده، يعني اسود الاطلسي بالجيل ده بالكواليتي دي يقدروا ان شاء الله باذن الله يشرفوا العرب ويشرفوا افريقيا في البطوله. منتخب المغرب طبعا بقياده وليد الركراكي بطل. دي 5 مشاركه ليهم تالي نادر. 5 مشاركه لمنتخب المغرب بس، يعني للاسف ما لهمش في يعني ما تاهلوش لا دي تعتبر السادسه. صحابي زمايلي اهو بيقولوا لي لا دي تعتبر سادس مشاركه، شاركوا 5 مرات قبل كده. ودي 2018 كانت الخامسه، سوري 2018 كانت الخامسه، لان كان بعد غياب طويل لمنتخب المغرب ما كانش بيشارك في بطوله كاس العالم. بعد من 98 ما شاركش منتخب ده بصير صلاح الدين وحجي. بالظبط. ده كان افضل اجيالهم في طبعًا الفتره دي، يعني افضل النتائج. جيل 86 اللي احنا لعبنا معاه هنا نهائي امم افريقيا في مصر في القاهره، كان برضو جيل بدو الزاكي وتيمومي وعزيز بودربالا، وكان برضو جيل تقيل قوي. ما حضرتوش الحقيقه. أنا كنت لسه صغير. انا كنت صغير برضو، انا نادر يعني. طيب نروح للمغرب.
طبعا مدربهم وليد ركراكي بطل الشامبيونز ليج بعد ما كسب الاهلي طبعا 47 سنه، طريقه لعب ال 4-1 4-1، القيمه التسويقيه لمنتخب المغرب 251 مليون يورو، هو اكبر قيمه تسويقيه في المنتخبات العربيه. متوسط اعمار اللاعبين 26.3، والتصنيف العالمي ال 22، وابرز نجومه طبعا اشرف حكيمي طبعا نجم باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي وحكيم زياش وبوفال لعيبه كتير بصراحه صحيح. ودلوقتي اعتقد القيمه التسويقيه بتاعتهم وصلت ل 241، قلت شويه قبل البطوله مباشره. طيب نروح لاخر منتخبات المجموعه وصيف البطوله الاخيره، الاخيره كرواتيا طبعا بالسكواد الحقيقه، برضو جيل مميز جدا لكرواتيا الحقيقه، مش عارف هيقدر السنه دي يكرر الانجاز ولا القصه هتبقى اصعب من السنه من النسخه الاخيره يعني. يعني ما اعتقدش الوضع هيكون صعب معاهم بعد تغيير الدماء. انت بتتكلم في راكيتيتش اعتزل دولي، مانزوكيتش دلوقتي بقى مساعد مدرب اساسا في منتخب كرواتيا، وعدد كبير من اللعيبه لسه شباب، بس يظل منتخب كرواتيا يعني طبعا يظل عندهم بيريزيتش وعندهم لوكا مودريتش وريبيتش لاعب فريق ميلان الايطالي. ايوه طيب نشوف منتخب كرواتيا طبعا مدربهم زلاتكو داليتش، ده المدرب اصلا اللي وصل معاهم فاينل كاس العالم الاخير، 56 سنه بيلعب بطريقه 4-3-3، قيمة التسويقية 377 مليون يورو، ومتوسط أعمار اللاعبين 27.3، والتصنيف العالمي ال 12، وطبعا أبرز نجومهم أفضل لاعب في العالم 2018 لوكا مودريتش. أنا اللي يهمني بصراحة المغرب يعني، أنا براهن عليهم زيك. هل 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 يعني في وجود بلجيكا أنا هطلع كندا من الحسابات لغاية لما أتفرج عليها، هيبقى الموضوع صعب بشكل عام يعني في مجموعة زي دي كندا تتأهل، دي تبقى كرة غريبة تمام بصراحة. فهنا هنا المغرب بتنافس واحد من الاثنين، كرواتيا أو بلجيكا، عشان تحاول توصل لدور 16. عندها فرصه مباراه، وايه السيناريو الافضل بالنسبه للمغرب؟ يعني مباراه بلجيكا الاولى دي هي جالهم يعني حطتهم في وش القطر، عارف لو كان اول ماتش كده كرواتيا وبلجيكا ويخلصوا على بعض واحد فيهم ياخد 3 نقط، والمغرب تلعب كندا تاخد 3 نقط تخش المباراه اللي بعدها ومعاه 3 نقط، الموضوع مختلف. لكن لما مره واحده هلعب بلجيكا اللي هو اصلا، بس انا بيتهيالي برضو ان يعني اشقائنا في المغرب استفادوا على الاقل معنويا من فكره انه منتخب مصر لعب بلجيكا قبل البطوله، وقدم العرض ده، عمل شو على المنتخب البلجيكي وكسب 2-1. هو منتخب المغرب بشكل عام بعيدا حتى على مباراه منتخب مصر، هم عندهم القدره ان هم يقدروا بصراحه ينافسوا سواء بلجيكا او كرواتيا، خصوصا ان سبحان الله كل سنه، السنه اللي فاتت كان معاهم اسبانيا والبرتغال في المجموعه، السنه دي بلجيكا وكرواتيا. فهم حظهم وحش بصراحه في القرعه، ولكن انا براهن عليهم ان هم حتى على الاقل يحققوا نتائج ايجابيه. ومن عمر القرعه دي ما نصفتنا دي حقيقة. مش عارف ليه يعني، حتى منتخب مصر في تصفيات كاس العالم دايما لما يجي يعمل لك قرعه يوقعك في اجمد فرقه في افريقيا. دي حقيقه، بس انا يعني انا زيك براهن فعلا عليهم، هم عندهم عناصر مميزه. وليد الركراكي شويه يعني هدى اوضه اللبس، خليل وزيتش كان عنده مشاكل مع نصير مزراوي، كان متوتر قوي يبدو، مع زياش قال لك هعتزل دولي مش هلعب تاني طول ما الراجل ده موجود، صحيح. فدلوقتي وليد الركراكي يعني شويه يعني اضاف الهدوء لاوضه اللبس، اللعيبه كلها معظمها بتحبه، العلاقه ما بينهم قويه، الدعم المغربي سواء من الاتحاد المغربي لكره القدم او من الدوله بشكل عام والاعلام المغربي كل متفقوا على قلب رجل واحد مع وليد الركراكي، عكس اللي كان بيحصل مع خليل يوزيتش. ده ما كانش بيحصل معاه، ده كان بيحصل مع هيرفي رينار بصراحه في 2018 في بطوله كاس العالم. هو حد يقدر يقول على هيرفي رينار حاجه؟ محدش، مفيش اختلاف. الراجل يعني نموذجي يعني غول افريقيا، تتمناه في اي يعني نادي او منتخب. الصبح مع الارجنتين ربنا يوفقه عليه. طبعا طبعا، لكن انا برضو السعوديه براهن عليها يعني حتى لو مع يعني مش لازم الرهان يبقى على الارجنتين، لكن مراهن على المنتخب السعودي بينار انه يعني ممكن يعمل حاجه. وهم يعني متاهلين، تاني منتخب في اسيا تاهل بعد ايران على طول، يعني هو تاني منتخب في اسيا. بلجيكا وكرواتيا، بلجيكا وكرواتيا مباراه يعني الاثنين مباراتهم مع بعض هي اللي يعني بالنسبه لي هتكون واضح ان الموضوع للمنتخب. معلش اسف نادر، الموضوع مع كيروش تطور ويبدو انه في اشتباكات بينه وبين الجمهور اللي غضبان من العرض السيء والنتيجه السيئه اللي حققها المنتخب الايراني. هو دي مش اول مره، خد بالك مع الجمهور، لو تفتكر في ماتش نيجيريا لما خسرنا وراح شاور للجمهور وكان رايح يتخانق مع المشجع. ايوه، وساعتها الموثقين بعده المشجع عنه، مشجع مصري وقتها. فهو مشكلته ان هو عصبي، مشكلته ان هو يعني لا بس مندفع. ده جمهور مندفع، انت بتروح ليه؟ طبعا طبعا الجمهور يا جماعه، انت اللي ما ينفعش يعني الجمهور نار لا تلعب بيه ولا تلعب معاه. لا لا لا، يعني لا، لو كنت لعيب، لو كنت اداري، لو كنت مدير فني، ده جمهور، محدش يتكلم مع الجمهور.
بس هو اصلا تعيين كيروش اصلا نفسه بشكل عام، هو بعد ما خرج مع منتخب مصر ما كانش يعني كيروش كان قاعد وساعتها ارتبط بالمنتخب يرجع تاني وارتبط بالاهلي في وقت من الحمد الاوقات. لله انه ما وافقش. ده الحمد لله. لا بالنسبه للاهلي انا بالنسبه لكيروش كمدرب فرق لا في مدربين كده معمولين يداروا منتخبات بس انا ما كنت ضد. لا انا بقول الحمد لله ما فقش يرجع منتخب، لا يعني كتر خيره بصراحه. فلا هو القرار زي ما قلت لك مش مدروس، بين يوم وليله ارتبط بالمنتخب، تاني يوم الصبح كانوا بيعلنوا ان هو هيتولى قياده المنتخب في كاس العالم. كان شيء غريب ده بسبب مشاكل اصلا مع المدير الفني السابق بس الحقيقه مش متذكر اسمه، مع الاتحاد الايراني. وكان ساعتها كان يعني كانوا بيطلعوا في الاعلام هم يعني الجانبين بيقولوا كل الكلام على بعض. لا وكمان يعني هو 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 اجريسيف شويه حتى دي حقيقة طريقه دي حقيقة. انفصاله عن سواء كان في اخطاء مقصوده كانت او غير مقصوده، طريقه يعني فك الارتباط زي ما بيقولوا ما كانتش بالشكل الامثل، يعني كان دي حقيقة. كان يجب ان ده يتم بشكل احسن من كده. طب ارجع تاني لبلجيكا وكرواتيا. كرواتيا بلجيكا الحقيقه فريق او جيل تحديدا في كل بطولات سواء كان قاريه او كانت عالميه دايما من الفرق المرشحه. لما تيجي تبص سكواد تكتشف انك عندك مجموعه من اهم اللاعبين في كل المراكز مظبوط. من اول حراسه المرمى لغايه راس الحربه، رص زي ما انت عايز اختار، لكنه مشكلته انه ما عندوش شخصيه البطل. دي حقيقه. معظم الجيل ده معظم الجيل او اغلبيه الجيل ده نادر يمكن تكون البطوله الاخيره بالنسبه له. لا دي حقيقه. هل تعتقد انه ده يكون حافز دافع يخلي بلجيكا موجوده في الصوره، ولا ما تعتقدش انها ممكن تحقق احسن من البرونزيه اللي حققتها في روسيا 2018؟ هم يعني انا وجهه نظري ان هم كانوا في 2018 افضل من فرنسا حتى لحد ما وصلوا سيمي فاينل المنتخب بعد الريمونتادا اللي عملها قدام اليابان. بعد كده بيخرج البرازيل المرشح الاول للقب 2018 وقتها، بعد كده بيلعب قدام فرنسا بيخسر بهدف واحد بتاع سامويل اومتيتي وكان افضل بشكل عام على مدار المباراه حتى في كره غداره. دي حقيقه فعلا. غداره. وفرنسا وصلت فاينل انا بالنسبه لي يعني من اضعف نسخ الـ الابطال بشكل عام في اللي انا اتفرجت عليهم في كاس العالم كان منتخب فرنسا 2018. يعني انا عن نفسي ما بحبش ديدي شام كمدرب رغم ان انا راجل بشجع يوفنتوس ورغم ان ديدي شام اسطوره بالنسبه ليوفنتوس. بس ديشام عنده مشاكل كبيره ومحظوظ اكتر من ساوث جيت اللي انت لسه قايل عليه دلوقتي بالجيل الحالي لمنتخب فرنسا. يعني اللعيبه اللي مش موجوده اصلا في الجيل الحالي مختلفه تماما، يعني ابرز بكتير من اللعيبه اللي موجوده. بس يعني نرجع لمنتخب بلجيكا، هو يعني اللي ظهر في مباراه مصر واللي ظهر في المباريات الاخيره في دور الامم الاوروبيه او في المباريات بتاع التصفيات بتاعت منتخب بلجيكا عندهم بيعانوا على مستوى المعدل الاعمار، اللعيبه بتكبر. محدش يصدق ان هازارد دلوقتي عدى ال 32 سنه. روميلو لوكاكو داخل في 30 سنه، ولوكاكو كمان بالمناسبه مش هيلعب اول ماتش وممكن تاني ماتش كمان بسبب الاصابه، هو ما بيلعبش مع انتر بقاله شهرين. يعني الامل الوحيد في كيفن دي بروين كراسكو خصوصا اصلا يعني الفتره اللي فاتت دياجو سيميوني كان بيلعبه في اكتر من مكان لحد ما نساك كوره اساسا. هو لعيب كبير طبعا لعيب عالمي ما استحملش حتى يقعد في الصين. لما راح الصين ما كملش سنه وما استحملش ورجع. لا هي الصين دي كانت يعني طلعت موضه بس يعني كده بس حاجه كده ورجع تاني. بس هو لعيب امكانياته يمتعك يعني. دي حقيقه جدا. يعني في 2016 كان هيجيب تشامبيونز ليج في الاتلتيكو مدريد بس لولا طبعا سيرجيو راموس والنص اللي كان له زي ما عمل مع صلاح زي ما عمل مع اللعيبه كلها. طبعا داريس ميرتنز واحد من الهداف التاريخي لنادي نابولي اتنقل في الصيف اللي فات لفريق جالاتا سراي بعد ما عقده خلص بيكبر في السن. فالجيل ده لو مونيه نفس الحكايه برضو توماس مونيه دي حقيقه اكسل فيتسل اللاعب الوسط وزي ما قلنا في البدايه فيرتونغن واردر فيلد والمنتخب نفسه بشكل عام ملوش ملايين يعني مع يعني مارتينيز. انا هقول لك نظرتي الموضوعيه للفرقه دي كلها نجوم صحيح كلها اسماء كبيره بس بشوف انها واقفه على عمودين رئيسيين تيبو كورتوا في حراسه المرمى وكيفن دي بروين في نص الملعب. دول الاثنين اللي تقدر تقول عليهم فت ويشيلوا فرقه وليهم ادوار كبيره جدا سواء دي بروين مع مان سيتي أو كورتوا مع ريال مدريد. دي حقيقة أنا متفق معاك في الجزئية دي خصوصا كمان مع تراجع مستوى إيدن هازارد. واحد من آخر 11 ماتش مع ريال مدريد لعب 70 دقيقة بس. لا وباين كان باين في ماتش مصر وزنه زايد جدا واللياقة طبيعي يعني ده تيري هنري كان قاعد بره جنب روبرتو مارتينيز فت عنه. فت ممكن يبقى معتزل بقاله أكتر من 7 سنين فالوضع بصراحة كان صعب بالنسبة لهازارد.
روبرتو مارتينيز طلع دافع عنه وقال ان هو مع منتخب بلجيكا ليه ادوار مختلفه وهو قائد واللعيبه كلها واثقه فيه في ان هو يقدر يقدم في 2022 كاس عالم كبير. انا شخصيا مش شايف ان منتخب بلجيكا هيذهب بعيد يعني حتى طيب. لو تأهل من دور المجموعات ما اعتقدش طيب. هيوصل لبعد كده. خليني اروح لكرواتيا. تمام. كرواتيا شايفها ازاي؟ بيتكلم على وصيف صحيح جيل برضو على فكره كاس العالم ده يكاد يكون نقله بين جيل وجيل يعني الجيل الجاي اللي هيلعب 26 هيختلف تماما على عن الوجوه اللي احنا او معظم الوجوه اللي احنا بنشوفها في كتير من اللعيبه اللي بتلعب النسخه دي مش هتظهر في النسخ الجايه لو منتخباتها تاهلت يعني. يعني يكفي القول ان فيرجيل فان دايك ده اول كاس عالم ليه وهو عنده 32 سنه وطبعا بقى منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا نفس الكلام السنه الكاس العالم اللي جاي ده هيظهر بقى جودي بيلينجهام ظهر النهارده اهو ده اللي هيظهر بقى بشكل هيكون نجوم بقى ساعتها ده بيقول لك قبل البطوله قبل كاس العالم بروسيا دورتموند عايز انا قريته 150 مليون ما اعرفش وصلوا 200 يعني يبقى في الساعتين اللي فاتوا دول هم وصلوا خلاص ال 200 صحيح. طب المباراه المفتاحيه للمغرب سريعا قبل ما اخدك للتوقعات بقى لو من مباراه بلجيكا يعني ان هو يخرج انت انه كندا هتستقبل من الثلاثه اعتقد اعتقد طبيعي يعني طبيعي يعني طبيعي هتعمل حاجه يعني فكرواتيا ولا بلجيكا اقرب لانه المغرب تطلع على حساب هي المباراه الاولى هي اللي هتحدد لو خرج بنتيجه مغرب بلجيكا بنتيجه ايجابيه قدام بلجيكا لو حتى خرج بنقطه منتخب المغرب اعتقد بنسبه كبيره يتاهل هيتاهل ان شاء الله. طيب تعال نشوف الكمبيوتر التوقعات عمل ايه في في المونديال 2022 ونشوف مين المنتخبات اللي شاف ان هي الاقرب لتحقيق اللقب في المقدمه زي ما العالم كله شايفها وان كانت دايما البرازيل خداع يعني كلنا شايفين انها في احسن احوالها وفي احسن مستوياتها وفرقتها الحقيقه مليانه ومدججه بالنجوم اللي كلهم عناصر فارقه مع فرقهم وانديتهم لكن محدش يضمن البرازيل لكن الكمبيوتر اختار البرازيل في المركز الاول بنسبه 12.5%. في المركز الثاني بقى جت هولندا مفاجاه دي مفاجاه كبيره خصوصا انها النسبه بينها وبين البرازيل ما هيش كبيره قوي يعني كان ممكن تبقى هي اقرب كمان من البرازيل لكن جت في المركز الثاني بنسبه 11.68%. في المركز الثالث حمل اللقب فرنسا 10.66%. في المركز الرابع الارجنتين وهي برضه واحده من الفرق اعتقد انه ميسي السنه دي يعني مش هيرحم ميسي السنه دي ممكن تشوفوه يعني في حاله ما شفتوهاش لا في الشامبيونز ليج ولا في قال الكلام ده من ربع ساعه بالظبط تصريحاته قبل الحلقه على طول قبل ما كنت اطلع معاك كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراه السعوديه قال ان دي فرصتي الاخيره وما اعتقدش ان انا اقدر اتنازل عنها انا او زمايلي في الفرقه صحيح. في المركز الرابع كانت الارجنتين في المركز الخامس اسبانيا في المركز السادس المانيا في المركز السابع انجلترا في المركز الثامن بلجيكا واعتقد انه الترتيب منطقي باستثناء هولندا اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه. في التاسع جه البرتغال العاشر الدنمارك ال11 الاوروغواي ال12 كرواتيا ال13 بولندا وبولندا دي برضو مفاجاه انها تخش في المركز 13 14 امريكا 15 المكسيك 16 سويسرا لغايه دلوقتي ما ظهرش لا منتخب عربي ولا منتخب افريقي ابتدت تبان او تهل البشائر 17 الاكوادور 18 صربيا واول منتخب افريقي بيظهر معانا في المركز 19 هو السنغال ثم ويلز في المركز 20 المغرب في المركز 21 واليابان ثم كندا ثم كوريا الجنوبيه. متفق مع التوقعات دي؟ يعني هو متفق شويه بس تاخير مركز منتخب البرتغال طيب. ان هو يبقى التاسع مين ترشحه نادر البطوله السنه؟ برازيل انا ما بشجعش البرازيل بس لا برازيل حاجه تانية صحيح الجيل الحالي كمان ده مرعب مرعب في كل خطوط وايا كان البطل وايا كانت المباراه النهائيه في ماتشين انا بحلم بيهم ماتش يجمع بين البرتغال والارجنتين وماتش يجمع بين البرازيل والارجنتين واحد من الماتشين دول يكفيني بصرف النظر عن موقعه في البطوله. بشكر نادر شبانه اللي شرفني النهارده في سادسه حبيبي. شرفتنا ونتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله مع الايام اعتقد ان البدايه مبشره يعني فيها كوره فيها اجوال فيها متعه فيها اثاره فيها نديه لا ما فيهاش نديه قوي فيها ما فيهاش نديه كوره ما فيها يعني بقدر فيها متعه وسرعه وفي كوره في كوره هتظهر بشكل اكبر كمان في مباريات بكره وبعده لما الارجنتين وفرنسا والبرتغال يبداوا يلعبوا صحيح صحيح نورتنا نادر مشكورك شكرا حبيبي. جزيلا حبيبي وبنشكركم على المتابعه وهنتابع مع حضراتكم الايام اللي جايه البطوله لسه بتبتدي وان شاء الله باذن الله قدامنا مونديال يكون اكتر من رائع واكتر من ممتع بشكركم على المتابعه وعلى كل خير دايما نتقابل في السادسه